دابا كنطلب من سيدنا محمد السادس يتدخل ويجيو قال لي الوالد انا كنسال شي فلوس للاتحاد، قال لي ان شاء الله يا ربي، قال لي زعما يعطيونا الفلوس ديالنا نشري شي سكينه ونجوج نشوف وليداتي ان شاء الله يا ربي. قال لي انا الحلم ديالي نخرج من هاد الحومه ونديك تينوبه للحج. قال لي ان شاء الله يا ربي غنخرجكم من هاد الحومه ونديك تينوبه للحج. السلام عليكم، انا الام ديما حد لطيف اخرف. نهار الخميس قال لي الوالده احنا نهار الجمعه نطلعوا تطوان خيموا. قلت له وليدي واش ضروري؟ قال لي الوالده حراره. قال لي الحراره غنمشيو انا والدراري غنبقاو تما. قلت له فوقاش غتجي وليدي؟ قال لي الوالده ما غنتعطلش عليك بزاف غنجي للحد او للتنين. قلت له وليدي صافي الا كنتي زعما مقرر ومع الدراري وهادي. قلت له واش الدراري كتعرفهم زعما؟ قال لي الوالده الدراري ترانكيل، الوالده الدراري اللي كنمشي معاهم دائما وهادي. جيت انا قلت له صافي يا وليدي واخا الا كنت يا وليدي مع الدراري الله ينزل عليك الرضا وليدي واخا ما تعطلش عليا وصافي. صافي طلع طلعت الجمعة في العشية. نهار السبت في العشية أنا جالسة هيدا كنسمع التليفون، كنسمع التليفون. قالوا السلام عليكم صاحبه. قال لي قلت له قال عليكم السلام ورحمة الله. قال لي خالتي عبد اللطيف فين هو؟ مسافر. قلت له آه وليدي مسافر. ياك لاباس وليدي شنو اش عنده عبد اللطيف؟ قال لي خالتي ما تخلعش. قال لي سمعنا واحد الخبر. قالوا نتمنوا من الله سبحانه وتعالى زعما نطلبوا ربي خير. قال لي تقلبات بهم شي طيه في البحر ولا ما نعرف شنو. ماشي تقلبات قلاوها ومشاو يعوموا، وملي مشاو مشي غرقوا مساكن ديك الباطيه هربت عليهم. يوم كيحاولوا مساكن باش يخرجوا زعما باش هادي والو ما لحقوها شي. صافي عيط لي شويه تليفونات بقاو كلشي الدنيا محيحه. اخرف 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 شي كيخبى عليا كيقول لي جبدوه، شي كيقول لي جبروه، شي كيقول لي هما. المهم ما كيقولوا لي شي. شي كيجي كيقول لي الله يعدم الاجر، شي كيجي يقول لي البركه في راسك، شي كيقول لي المهم شكل واحد وشني كيقول. الحمد لله حمدت الله وشكرته. ديك الساعه كنتي في الدار ولا مشيتي ولا شنو عملتي؟ لا ديك الساعه ملي جاني الخبر ما خلاونيش نخرج. بغيت عين نخرج من الدار ما خلاونيش. كلشي ولادي خوتو اخوتو ما عنديش. عندي خاه واحد هنايا بقى كيشوف فيسبوك وداكشي. قال لي الوالده كنبغي نطلق. يقول لي والو هو كيبكي. كنقول له وليدي وريني شنو كاين وليدي. كيقول لي ما كاين والو الوالده ما كاين والو الوالده ما كاين والو. كنقول له ما كاين والو وريني وريني نشوف. كيقول لي ما كاين والو الوالده جلس والوالده تينا مريضه جلس الوالده. صافي بيتنا هيداك في الرحمة الله. قلت لهم خليوني انا نطلع عند ديك البحر في ديك البحر في كانوا كيعوموا. انا خصني نطلع نشوف ابني. شي واحد سرد الاوديوم بنتي قال لها شوف لا ما طلعوا راه الطريق مقطوعه ما يخلوكمش تدوزوا. صافي بقيت كنقرا القران وكندعي معاه وكنرضي عليه. صافي جلسنا واحد شويش كنشوفوا في التليفون العائله دي هذاك يا اخر ديك الوليد اللي باقي مع ولدي شنو اسمه سلمان الحرق جاو والعائله الاخرف هما في الطريق ما جي الله يوصلهم على خير. ملي سمعت انا هاد الهضره شعلت فيا العافيه. قلت انا علاش قالوا لي الطريق مغلوقه؟ علاش انا خلوني حتى انا الكبده ديالي حتى انا نطلع شو شني كاين نسمع. صافي ما طلعناش ديك الصباح ديك الليله لا غدا صبحنا العافيه شعله. جاو لعندي الجيران جاو لعندي العائله الطوموبيلات وهذيك كيقولوا لي اللي بغى يطلع يلاه نطلعوا. صافي شبرنا حنا طلعنا مشينا لديك البلاصه جبرنا يما هاد الحرق مسكين تما كتبكي كما شافت فيا درعتني. قالت لي الحبيبه ديالي تينا يما هاد اخرف. قلت لها اه الحبيبه انا يما هاد اخرف. جبرنا بقينا كنبكي وانا وهي مسكينه هي طاح عليا وانا نطاح عليها في الارض. المهم صافي شويه عيطوا لنا عند الجهدر ما ولاش باش نقول زعما ديك. قال لي لا زعما كيفاش؟ قلت له انا ولدي نهار الخميس في العشيه. قال لي الوالده نحن غدا نمشيو نخيموا. قلت له فين وليدي؟ قال لي في تطوان.
قلت له شحال عاد بقاو تما وليدي؟ قال لي الوليد ما نتعطلش عليك بزاف، اصلا هو الله ينزل عليه الرضا ما كيمشيش شي موطوع ويبقى بزاف. مشى لاسبانيا، طلع لاسبانيا بالفيزا، قسما بالله سيمانه. قلت له الوليد ما تعطلتيش؟ قال لي الوليد انا كيبقى البال ديالي معاك، ما نقدرش. يعني كان عندك مرضي؟ كان عندي مرضي، كيساعدني، يجي يمشي يتسخر لي بلا ما نقول له، يسقسيني الوليد واش عطيك باش تسخر، واش خاصك شي حاجه. العيد يشري لي الكسوه، يشري لي تقطيع الجلابه، يشري لي الصباط، يشري لي المهم، ما كان ناقصني حتى من شي حاجه. انا البحر عمري في حياتي ما فرحت خصني نمشي للبحر. شتي البحر ملي خلقت، شتي البنوتيه ديالي، الناس كلشي كيمشي للبحر، الناس كلشي، وانا ما عمري في حياتي جاتني ديك اللغزه ديال البحر، خصني نهز الماكله ولا نهز القفيف ولا نهز هادي وصابانات ونمشي نفرش ونمشي نخيم ونمشي. ولادي كيعياو فيا، يلا هالوليده نخيمو، يلا. كنقول له وليدي انا النقطه ديال البحر ما عمري نحملها في حياتي، انا حياتي وانا هاد اللقطه ديال البحر ما عنديش معاها، ما عنديش زعما خصني نمشي للبحر، خصني نخيم، خصني بنادم كنشوفو طالع في الحومه قسما بالله وربي راه شاهد، كنشوف البنات ولا الدراري طالعين بالحصيره وطالعين بهادي، قلبي كيبقى يترعد، كنقول يا ربي الحبيب ورد هاد البشر على خير، يا ربي الحبيب عيشو بر يلا البحر، شو بر يلا. يعني ما عنديش ديك الاحساس خصني نمشي للبحر، خصني نخيم، خصني نبان، خصني ما خصنيش. كيجيني الحراره كندخل الدوش كنخبع عليا الماء بارد وكنحمد الله ونقدس. وليدي عبد اللطيف يعني كيعجبو يمشي للبحر ومع الدراري زعما، هادي ملي قال لي الوالده انا ماشي وهادي ما بغيتش نخسر، قلت له صافي يا وليدي واخا الا كان ضروري الله ينزل عليك الرضا وليدي سير. انا ابن قسما بالله كيكون لعب برديدو، كيكون لعب برديدو الكره كيجي في الجوج ديال ثلاثه الليل الاربعه الصباح، ما كاينش برشا ديك الماليطه وكيسيبها وكيمشي ينعس، كيسيب الماليطه كيدخل الدوتشا وكيدوش ويتوضا ويصلي وعاد كينعس. المهم الصلاه ديالو ما كيقطعهاش بالفجر بالصباح بالعصر، المهم الصلاه ديالو في الوقت، واخا يكون في مكان الا كان عنده فيه يصلي كيصلي، ولا شاف راسو ما كايناش كيجيو بار التاكسي وكيجي. قسما بالله شحال د المرات كيجي كيشوف بار التاكسي وكيجي للدار غير باش يتوضا ويصلي وعاد يلبس عليه ويخرج. قلت له وليدي، كنقول له وليدي انا دابا عاجل، كنقول له وليدي انا جيت غير نصلي، انا جيت غير نتوضا نصلي وخارج وما تعطلش يا وليدي. كنقول لي صافي يا وليدي. انا عبد اللطيف كان عندي بني صاحبي، كان شي حاجه كنفكوها انا وياه، شي حاجه كنتفاهموا عليها انا وياه، يعني ما نقدرش نكتب عليهم، ما قدرتش نصبر انا على عبد اللطيف، وماشي بزاف والله العظيم قسما بالله غير هاد اليومين. قال لي الوالد انا كنسال شي فلوس الاتحاد، قال لي ان شاء الله يا ربي، قال لي زعما يعطيونا الفليسات ديالنا عشري شي سكينه وعنجوج تشوف وليداتي ان شاء الله يا ربي. قلت له وليدي نشوفك مجوج بوليداتك وليدك قبل ما نموت قد الدنيا وما فيها. قال لي ان شاء الله الوالده قال لي غير في هذا اليوم طلبوا ربي يعطونا فليسات ديالنا وعنشري شي سكينه ونمشي نخطب واحد العائله زعما عجبتني وهذه، نمشي لعند والديها نخطبوها. قلت له ان شاء الله وليدي الله يجيب لك التيسره وليدي. قلت له نفرح، قلت له زعما لا تجوج وهذه نفرح قد عايشي في الدنيا، وهذا الشيء اللي عطى الله والحمد لله والله مالك الحمد. وكنشكر الله سبحانه وتعالى، وكنشكر سعيد الفاتح المدرب ديالو يعني داه وعافر معاه. شنو كان الحلم ديالك؟ شنو كان كيقول لك انا غادي نعمل هذا الجويج غادي، شنو كان كيقول لك الوالده بغى شي حاجه يوصلها؟ شنو هي الحلم ديالو؟ الحلم ديالو كنبقاو كنهضروا هايدا، كنفطروا ولا كنبقاو على الطابله هايدا ولا شي حاجه كنبقاو نهضروا. كنقول يا الوالده انا الحلم ديالي نخرجك من هاد الحومه، من هاد السكنه، يعني على قد الحال الحمد لله الله مالك الحمد. كيقول لي انا الحلم ديالي نخرجك من هاد الحومه ونديك تنوبا للحج. قال لي ان شاء الله يا ربي غنخرجكم من هاد الحومه ونديك تنوبا للحج. قلت له وليدي زعما البال ديالك هايدا وليدي معايا زعما؟ قال لي قال لي ان شاء الله يا ربي واخا يبقى فيا عرق واحد تينهب عنديكم للحج، والحلم ديالي نهزكم من هاد الحومه نخرجكم من هاد الحومه. يعمل لكم يعني شي دار؟ يعمل لي شي قال لي الوالده ويلا، قال لي ويلا ما قدرتش واخا نشري لكم غير السكنه في برطمه، غير انتينا والوالد وخاي.
الا ما قدرتي زعما نشري الارض ونبني وهادي واخا نشري لكم عيب السكنه في بارطمان ونهزكم من هاد الحومه. والحلم ديالي نديكم للحج تينوبه ونشوفكم ماجين باللباس ابيض من الحج ونتلاقى الوالده نتلاقى نزل بالطياره تينوبه. ابني قسما بالله وما الحمد لله المدرب ديالي وكيجي وكيقول لي زعما قسما بالله كلشي كيهضر واخا انا ما كيخلونيش ندخل التليفون نشوف ولادي يحيدوا لي التليفون. كيجي المدرب ديالو سعيد الفاتح كيقول لي قسما بالله عبد اللطيف العالم كيدعي معاه والعالم كيشكروه. الدراري جاو عندي صحابو كيبوسوا لي فراسي وكيدرعوني وكيبكيو كيبكيو كيقولوا خالتي كيقول لي خالتي مصاب يا ربي صاب يا ربي الحبيب عبد اللطيف. ولا كان غير شي نهار مثلا غنزر فينا شي غنزوره ولا مثلا على يدو ولا ما يعني ما عرفتش ديك الضحكه يعني دائما الضحكه في وجهه الضحكه مع هذا الضحكه مع هذا واخا كيكون مثلا شي حاجه يعني قرصاه يعني شي حاجه ما بغاهاش ما كيغنزرش كيعمل بحال اللي ما سمع والو مبشور يعني مبشور دائما ضحكان. الحومه يخرج راسو حاني يدخل راسو حاني ماشي بحال ديك الدراري مثلا يخرج يقد جهايده مثلا على شي مراه ولا على شي بنت ولا كيخرج من الدار راسو حاني وكيخرج شوف بركسي يمشي فين ما مشي. ملي كيجي قالتها لي الجاره البارح جاتنا عندي واحد الجاره قالت لي زعما انا كنشوفو مسكين قسما بالله كيخرج من الدار راسو حاني. ملي كيكون هو كنكون في الشارجه كنشوفو راسي حاني قالت لي ما كيعملش يديك ها مثلا يشوف شي بنت ولا يشوف شي واحد ولا الولد مخلق مربي الولد مخلق مربي سمعتيني ومرضي عندي مرضي 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 مع عمر عبد اللطيف. انا قلت لك كنقول يا ربي شي نهار قلت انا عبد اللطيف مثلا مشيت سخر لي وقال لي بلاتي او لا صفيه الوالده او لا قلت له جيب لي شي حاجه وقال لي الوالده او لا عطيني شي حاجه الوالده عرفتي. مريت قسما بالله مريت الخوف اللي كان كيخاف حيت انا مريضه بالاعصاب كنشرب الدواء الخوف اللي كيخاف كيخاف عليا باه عامل عمليه على المعده عرفتي كيشوفو غير اذا كيصبح عيان ولا شي حاجه كيقول لي الوالده كنقول له شنو ولدي كنقول له شدي عينك بصفار مسكين بصفار كنقول له وليدي صافي ما تخافش يا وليدي دابي دابي ربي الحبيبي شافيه دابي ربي. واحد النهار جاني مرض الكلاوي عرفتي انا نوت عرفتي كنموت في الليل كنفرطط في هذيك الحولي مذبوح. قال لي الوالده انا نمشي نشوف شي صاحبي يجي يدي الطبيب. قلت له لا وليدي تا نصبح اذا نصبر وليدي. قال لي الوالده اش عندك حمقى ولا خلاني هيداك وخرج شويه شتا جا كيشوف برني هزني حشاني في الطوموبيل داني الكنيني كانت دوزو لي شرا لي الدواء ما كيحيتش من فوق ما كيحيتش من حدايا حتى ديك الخروج كان خاف كان كيخرج ملي كنت مريضه هيداك كيخرج ما كيخاف. قلت له وليدي خرج واش قال لي لا والو الوالده ما نقدرش نخليك هيدا ونخرج تنشوفك مزيان. قال لي وين جيج براك موتي ولا بحال هو بحال اللي موسوس عليا كيكون جالس مع الدراري في القهوه ولا شي حاجه كيقول لي والله الا نعيط من الوالده يعيط لي. قول لها الوالده ما تخلعش انا مع الدراري في القهوه دابا شويه نجي. كنقول له صافي يا وليدي شويه عاود كيجلس شويه كيسرد لي اوديو كيقول لها الوالده نعستي ولا باقا. كنقول له وليدي انا ما كنعش حتى تجي يا وليدي ما كنعش كيسرد لي ديك الاوديو كنقراه وما كنردش عليه ما كنجي نتقلع حتى كنشوف رجاء ما كنردش عليه كنقرا الاوديو ما كنردش. دابا كنطلب من سيدنا محمد السادس يتدخل ويجي مشينا لك محمد السادس الله ينصره الله يحفظه الله يعطيه القوه يتدخل ويجيبوا له بني فيما كان حي ولا ميت يجيبوا له بني. جاو الشيء انا نمشي نفتش عليه في البحر انا نمشي نفتش عليه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.